جميع الحروب وجميع اولادنا ماتوا عشان القدس وعشان فلسطين. يجي هم يعملوا قتل اولادنا كده حسبنا الله ونعم الوكيل. كانوا هم واعلنوا، وانا ما شفتش في التلفزيونات ولا ما شفناش. حضرتك تعتبر ان جماعه الاخوان المسلمين سواء احنا بنهتدي بخير عند الله سبحانه وتعالى، انا لله وانا اليه راجعون، وبعتنا ابننا للجيش عشان يدافع عن الوطن ويدافع عن الدين ويدافع عن الارض. احنا بنحب نروح مصر يا جماعه، احنا بنحب نروح مصر وبنحب جيش مصر، وعندنا استعداد كليتنا ندافع من اجل بلدنا ومن اجل وطننا. حسبي الله ونعم الوكيل ونطالب ما كمل.